بسم الله الرحمن الرحيم. يشكو البعض عقوق الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أن البنت تعق أمها، تعق أباها، أن الابن يعق أباه، يعق أمه. ولكن للأسف الآن بدأنا نرى شيئا آخر. يعني جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن ابني يعقني. فعمر استدعى الولد قال: تعال، إن أباك يشكوك، يقول إنك تعقه. فقال الغلام أو الابن لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبي؟ أبي أعرف لي حقوق أنا ولا ما لي حقوق؟ ما حقي على أبي؟ قال: حقك على أبيك أن يعلمك القرآن، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك. يعلمك القرآن ويحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك، إن هذه من حقوقك عليه. فقال: أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمة، يعني والدي تزوج أمة، يعني الأمة الإنسان لا يجوز أن يتزوج الأمة العبدة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا عجز وقال: وأن تصبروا خير لكم، يعني ما يجوز الإنسان يتزوج أمة. ليش؟ لأن الأولاد سيصيرون عبيد، عياله يكونون عبيد، عبيدا لسيد الأمة، فما يجوز الإنسان يتزوج أمة. فيقول: أمي أمة، متزوج أمة، يعني صرنا عبيد بسبته، مع أن أبونا حر. صرنا الابن يتبع أمه بالحرية والرق، ويتبع أباه في النسب. فقال: أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمة، وأما اسمي فجعل. مسمي ولده جعل، الجعل اللي هو الخنفسانة هذه تغدى على القاذورات وكذا. قال: مسميني جعل، وخلاني عبد متزوج أمة، وما علمني شيئا من القرآن. فالتفت عمر إلى الرجل وقال: عققته في الصغر فعقك في الكبر. يعني بدأ